اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الشركسيه. الشركسيه اسئله كتير على السوشيال ميديا، هي اكله مصريه ام تركيه؟ انا مش مع الكلام، هي الاكله بتاعت مين؟ الاكله بتاعت اللي يعملها، اللي يبدع فيها، اللي يعملها بتفاصيلها، اللي تبقى على السفره بتاعتنا بتتكلم عن نفسها. الشركسيه يعني ديك شركسي، فرخة حلوة هنسلقها مع بوكي جارني، التوست والعين الجمل هو صوص الشركسية مع الكزبرة الناشفة، هي دي الخطوات النظرية للشركسية. عدلها يا اخوانا الرز المصري، إذا تبقى إيه؟ أكلة مصرية. إذا الشركسية من غير الرز المصري ما تبقاش شركسية، يبقى عنوانها المطبخ المصري. ولكن هي أكلة طبعا لها أصولها من زمان، هنشوف نعملها مع بعض إزاي وتاخد الفليفر والطعم المصري. معانا النهاردة سلطة الفاصوليا الخضراء، نعملها ازاي مع زيت الزيتون وعصير الليمون. الفاصوليا الخضراء انا من عشاقها، وخاصه والبشائر بتاعتها اللطيفه الحلوه من خير ارضنا، هنشوف نسلقها ازاي ويبقى لونها اخضر حتى بعد ما تتبل. الحلو بتاع النهارده، في بنروح على بعض المطاعم وبعض المحلات بتاعه الحلويات بنلاقي فورمه الجلاش بالكريمه بالمكسرات، نعملها ازاي في البيت فورمه جلاش بالمكسرات بجوز الهند بالمهلبيه، اكيد لها تفاصيلها. مش عايز اطول على حضراتكم لان بجد الحلقه النهارده فيها شغل كتير، يعني الشركسيه دي ثلاث حاجات في بعض، فراخ هتتسلق، صلصه هتتعمل، رز هيتسلق، التقديم نفسه لازم عنوان الاكله يبان من الريزوليشن بتاعها او من الشكل بتاعها اللطيف الجميل. هستاذن حضراتكم ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لأسرار عمل أكلة يختلف عليها القول هي تنسب لأي بلد. أنا مع أن الأكلة اللي بيعملها أكلة بقى من أي مطبخ إن كان، طالما بنعملها بتكنيك عالي وبالشكل اللي هو معروف، أي نعم نقول أكلة من المطبخ الفلاني بس بتاعت فلان، ده المفروض. شركسية النهاردة بتتعمل بالرز المصري، إذا هي مصرية. معنا الدجاج اللي هي الفرخة السمينة الحلوة، ومعنا عين جمل، والمقادير على الشاشة، والفرخة الحلوة تتحدث عن نفسها. معنا فرخة وزنها تقريبا كيلو و250 جرام، معنا توست من الشرايح، توست أبيض ده أساسي، ما لقيتوش هات العيش الفينو الأبيض، يعني اللي يعجبك الاتنين. ومعانا عين جمل مطحون وعين جمل سليم، ومعانا معلقتين من الدقيق، ومعانا البصل والثوم والزبده، والرز المصري ده اساسي. تعالوا نشوفوا اول مراحل من عمل الشركسيه. اول حاجه هناخد التوست الابيض ده، نشيل الاطراف بتاعته وننقعه في حليب عشان نستفيد من الوقت. كام شريحه يا شيف؟ على قد الصوص تقريبا، الخمس شرايح دول حلوين قوي. نشيل الاطراف دي كده، دي اول خطوه. موضوع سهل خالص، اكله ممكن تروحي بعض المطاعم تلاقيها موجودة بتتصدر قائمة أي منيو، تدفعي فيها مبلغ وقدره، لها برزنتيشن في التقديم، لازم نقدمها بالشكل اللي هنشوفه مع بعض. ده التوست الأبيض دوت، بحطه كده في قلب الكاسرولة أو في قلب البولة، بحط عليه شوية عين جمل سليم مطحون ناعم بالشكل ده كده، ونحط عليه الحليب، دي أول خطوة، وسيبوهم على جنب كده، ريحي راسك منهم. بس خلاص، دول أول حاجة، أول خطوة. الخطوة التانية الفراخ هنسلقها. مش هتبقى زي أي فراخ بتتسلق، لازم الفراخ دي تشال الجلد بتاعها ونحضرها لعملية السلق. شرايح التوست اللي خدناها دي كده، دي ما تترميش، انا ضد التبذير، دي بتحمصيها في الفرن وتطحنيها تعمليها بانيه، البقسومات اللي بتشتريه الكيس قد كده بالشيء الفلاني. انا حضراتكم شغال زيك زي في المطبخ بالظبط، كانك انت واقفه في المطبخ وانا سند ليكي في المطبخ بالعلم والخبره الطهويه. ده ما يترميش يا اختي، ده يتحط على جنب يتحمص في الفرن ويتعمل بانيه، خلي بالك دي مهمه جدا. حلو قوي. الخطوه الثانيه سلق الفراخ مع بعض، سكينتك لازم تكون حاميه، ده اساسي عشان الفرخه هنا هنخليها من الجلد، ده الطبيعي. ناخدها كده، سنيتي السكينه بتمسحها بالراحه كده، اوعى تعوري ايدك، وناخد الفرخه الحلوه دي كده، تعالي يا بيضه يا حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بنشيل السلسله بتاعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو
زي الشعرة من العجين كده، هي دي اهو، ونشيل الجلد ده كده، ده ما يترميش، ده بنحطه في الميه بيتسلق هنا كده زي ما انا شغال كده. الرقبه ما تترميش، الفرخه ناخدها كده بعد كده بنشيل الجلد ده كده بالراحه خالص اهو، مش عايز الجلد بتاع الفراخ انا، تخلصي منه بالراحه كده اهو. الجناح ده انا بحب اللحم بتاع الجناح، الفص بتاع الجناح بعشقه. النوم نعمل ايه يا عم الشيف؟ ناخدها زي ما هي كده، ده الصدر بالشكل ده كده اهو، نضفيه كويس. وعندنا طاسة على النار بنحط فيها معلقة زيت صغيرة بس خلاص، واخد الفراخ زي ما هي كده بدون أي حاجة خالص، هاخدها كده اهو نفس القصة، بشيل الجلد ده كده واجي على دي كده اشيلها، تحط جنب اختها هنا كده، اللهم صل على النبي، واحده واحده كده نفس القصه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نشيل الجلد ده كده براحه خالص عشان ما تعوريش ايدك اهو، لان الجلد ممكن ايه تحصل مشكله وانت بتشيليه بيبقى صعب شويه. ناخدها زي ما هي كده، حلو قوي بدون توابل، خلي بالك انا عايز طعم الفراخ هنا ونشم الريحه الحلوه دي كده. وعلى فكره الفراخ تعرفها زفره ولا من زفره ازاي؟ اديها تشويحه على النار من غير توابل، نفس القصه كده. انا اتخلصت من الجلد بتاع الفراخ ونفس الموضوع اهو، واشيل كل ده كده كل ده كده بالبلانشه بالسكينه، ملوش عوزه حلو الكلام. طبعا كانك انت في مطبخك والنظافه مطلوبه يا عم الشيف. الفراخ على النار، التشويحه الحلوه دي بيكون عندي ميه بتغلي على النار اللي هي ميه الشوربه او ميه المرق اللي هي جاهزه عندي، باخدها كده يا عم الشيف اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الله ايه الحلاوه دي، ايه الفراخ استوت؟ طبعا استوت، احنا مش بنهزر شفتي خدت لون ازاي، في طاسه شديده الحراره زي ما هي كده. حلو، بجيب بلانشه تانيه معانا من البصل بصلايه، بوكيه جرنيه حلو لطيف كده بقى، قرن فلفل كده بنحطه هنا، عود كرفس بنحطه هنا، شريحتين من البرتقال بنحطهم هنا كده. الشغل ده مطلوب، عايز شوية مرقة حلوين اهو في قلب الحلة. البصلاية الحلوة دي باخدها كده زي ما هي، الله، قرن الفلفل ده كده زي ما هو، الله، ناقص عذر زعتر لطيف وجميل الشوربه مهمه جدا، لان يعني الشوربه هنطلع منها حاجتين شقين. الشق الاول هنعمل الرز الابيض منها، الرز الابيض كلنا عارفينه بتاع الشركسيه لازم يكون واخد طعم الديك الشركسي. ده فص ثوم عند ميه بتغلي على النار، اللهم صل على النبي اهي زي ما هي كده يا ويلي استوت الفرخة، ايه الحلاوة دي، اللهم صل على النبي ونسيبها تغلى على النار. السؤال جانا من الكنترول دلوقتي، واضح ان شفيق عايز ينافس. انت في الاخراج مبدع، بس قال سؤال فيه شوية ذكاء، قال لي البرتقال ده لو سبناه شوية مش خدنا المزازة بتاعته؟ طبعا، ما انا هسيبه يغلى على النار، هاخد الزيوت الطياره اللي موجوده في القشره تديني الماده الحمضيه المستخرجه منه، زائد العصير بتاع البرتقال هيدعم الشوربه بتاعه الفرخ. ايه رايك في الاجابه الفلسفيه دي؟ هنسيب الفراخ كده على النار، الله، ونشوفها اخبارها ايه.
فراخ اهي، استوت الفراخ، شفت حمرها وجمالها؟ اه. انا عايز شويه شوربه لهم تركيبه كده فيهم حامض. هزود المرق كمان شويه، ازود المرقه شويه كمان، الله اكبر، واغطيها واسيبها شويه. حلو الكلام. انا عايزه تغلي علشان اخد الشوربه بتاعتها دي يا عم الشيف، اعمل منها شويه الرز الابيض، واعمل الصلصه بتاعت الشركسيه اللي هي عباره عن توست وحليب منقوعين مع بعض في البدايه خالص، وكزبره ناشفه وتوم. هنغطي الحله دي كده ونسيبها شويه، نسيها شويه. حلو الكلام. نخش على اللي بعده، ومعانا الفراخ على النار، نبص عليها، شوف الحلاوه وشوف الجمال. وهستاذن مخرجنا الجميل. حلو الكلام. الله، ايه الحلاوه دي؟ هو ده الكلام. شفت البرتقال وشرايح البرتقال والبصل والفلفل والزعتر والفراخ، شويه شوربه حكايه حدوته. هنعمل منهم الرز الابيض بتاع الشركسيه، ونعمل منهم صلصه الشركسيه لها تفاصيل كتيره، وهي عنوان الاكله الشركسيه. هستاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نكمل مع بعض حكايتنا. شركسيه بالدجاج، فاصوليا خضراء بزيت الزيتون والليمون، ما تنسيش الحلو النهارده، فرمه الجلاش بالمهلبيه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بصراحه ريحه الفراخ حكايه. لا بص، في الزفاره، تعرف الزفاره منين؟ من البخار اللي طالع من الحله. الدليل على كده، تعالوا مع بعض. بص يا غالي، بص على الحلاوه وادعي لي. فرخه استوت جاهزه زي الفل. عد الشوربه بتاعتنا، هنضرب عصفورين بحجر. حلو الكلام. العصفور الاول الرز، حل على النار. عندنا شويه رز مصري، بنحطهم كده مع العود الزعتر ده كده، والرز يتغسل مره واثنين وثلاثه، وبعدين نحطه على النار مع معلقه زيت، معلقه سمنه، حته زبده، دي بتاعتك، الماده الدهنيه دي بتاعتك. في اكلات كده لك الاختيار فيها في الماده الدهنيه. انا هحط معلقه زيت، واشوح الرز بمعلقه الزيت وشويه ملح صغير. يلا. وعند شوربه لطيفه مهتم بيها. تبص على الفاصوليا، بص على الفاصوليا، اللهم صل على النبي. ادي الرز كده جاهز، احطه على النار، بس ادفيه شويه كده بالسمنه، عشان لما ينزل عليه الشوربه الحلوه دي كده، حبات الرز ايه، تشرب وتتآنس بطعم الشوربه، وتاخد نفس الطعم. حلو الكلام. ادي الشوربه بتاعتنا، الله. شوية شوربة حكاية، الرز لوحده حكاية. شركسية لازم تتعمل بالرز المصري. الفلاسفة يقول لك رز بسمتي نو، ما ينفعش خالص، زي الكبسة كده، ما ينفعش تتعمل برز مصري، لازم تتعمل برز بسمتي. كل حاجة ولها ايه أصولها. الرز جاهز، اللهم صل على النبي. نوطي عليه النار واتقل على الرز لما يستوي. عايز شويه شوربه كمان بعد التقليبه الحلوه دي كده. لما بتقلب الرز اول مره بتتحكمي في مقدار الايه، الشوربه. ونغطي الحله بتاعتنا. حلو الكلام. الغطا زي الفل، تمام، خلصنا من الرز. نيجي على الشركسيه بتاعتنا. ادي الفراخ على النار، معانا هنا حبايبي اساتذه المصورين، في حليب، هي دي التركايه، ده حليب مع توست مع عين جمل في قلب الخلاط يا اختي. طبعا لما نقعت الحليب، نقعت عين الجمل مع التوست، كل ده بقى ايه، قوامه طري. كل دول كده في قلب الخلاط. حلو الكلام. الطاسة بتاعت الشركسية نشيل دي من هنا، ملهاش عوزة بقى.
الله. وناخد الطاسه دي كده نعمل فيها الصوص بتاع الشركسيه مكان الفاصوليا. لازم تقف في المطبخ كده رايقه وفايقه. اه الرز على نار هاديه، الفراخ بتستوي، صلصه الشركسيه هنعملها هنا، وادي الفاصوليا الخضراء بتغلى على النار. بنحط معلقه سمنه حلوه في قلب الطاسه بتاعت الشركسيه زي الفل. وناخد الخليط ده كله يا عم الشيف بينضرب في بعضه. اه بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده كمان شويه بس. دي بدايه الصلصه بتاعت الشركسي، اول خطوه اهي زي الفل. طاسه على النار شديده الحراره، معانا الثوم، معانا زبده، معانا عين جمل مطحون. حلو الكلام. معانا كمان يا عم الشيف عود زعتر حلو، فليفر مطلوب، نحطه هنا كده. وتعالوا نشوف هنعمل صلصه الشركسيه مع بعض ازاي. اه في قلب الطاسه بندعمها معلقه زبده كمان، فص توم حلو محترم مع كزبره ناشفه. فاكر يا اختي والله انا عارف انك قاعده دلوقتي بتقولي ده كلام الشيف ما يعملش صلصه الشركسيه بالكزبره. الا هي الكزبره الناشفه زي هي مع عنوان طشه الملوخيه، هي كمان عنوان الشركسيه كزبره ناشفه. اه حلو الكلام. اه خلي بفين اهي الحمد لله. ويا ريت تكون مطحونه فريش. يعني ايه مطحونه فريش؟ يعني تجيبيها سليمه وتطحنها بالهون او في الكبه. اهي دي كزبره ناشفه اهي. ونقلب لغايه لما اشم ريحه الكزبره مع التومه كانك بتعملي الطشه بتاعه الملوخيه. اه واحده واحده مع بعض كده عشان الاكله دي مصريه اصيله. اهي كزبره ناشفه، توم، عود زعتر، معلقه سمنه، معلقه زبده. ليه حطيت زبده وسمنه الاثنين مع بعض يا شيف؟ اكيد في لغز هنا. اه اللغز هنا ان انا عايز ادي فليفر لعين الجمل المطحون مع الكزبره الناشفه. فمين اللي بيساعد على الفليفر والطعم والتحمير؟ الزبده مش السمنه. اه شفت التقليبه دي كده. ناخد عين الجمل، عين الجمل اللي هو الجوز، مفيد، يعالج الزهايمر، يعني مش هتنسي اسم حماتك ولا اسم اصحابك. زهايمر، مشاكلنا مع الزهايمر بيجي مع العمر. ركزنا مع المكسرات واوميجا 3 مفيش زهايمر. هنقلب كل ده مع بعضه. اه تحميره عين الجمل مع السمنه مع الزبده، واصبر عليها شويه ما استعجلش. وانا شغال على النار كده وخط النار ابص على الرز، يا حلاوه. اه الرز كمان جاهز، عايز شويه شوربه. اه شفت الرز ده؟ الرز بتاع الشركسيه، ريحه الفراخ فيه. ياخد شويه شوربه من هنا كده. يا ويلي هو ده. وتقلب. اه الرز جاهز. التقليبه الحلوه لعين الجمل مع الزبده مع التومه مع الكزبره الناشفه، وانا شغال كده واحده واحده. ركز على اللي جاي. نقلب. عندنا يا عم الشيف الخليط اللي احنا فرمينه من شويه، اه اللي هو التوست مع عين الجمل السليم. اه حلو الكلام. ايه الحلاوه دي يا شباب؟ ونقلب. القوام هيديني قوام غليظ، مش عايزه غليظ، مش عايزه سميك، انا مش بعمل بشاميل. واقلب كده. توابلنا ملح وفلفل بس، شويه بابريكا. خلص الكلام. نقلبه. شفت التقليبه دي؟ اه. ونيجي بقى لمين؟ للشوربه الجميله الحلوه دي كده بتاعت الفراخ. اهي بص على الحلاوه. هو ده. ناخد الشوربه دي كده نسقطها هنا. ده العصفور التاني. تنسيت ولا ايه؟ بيقول لي فين العصفور الاول؟ طار العصفور الاول الرز. اه دي صلصه الشركسيه جاهزه معايا. جاهزه طلعت خلاص. اه واسيبها على نار هاديه. شفت الشركسيه اتعملت ازاي؟ بدايه من وضع التوست مع الحليب تقريبا نص ساعه،
عشان يديني القوام ده كده. خدت الفراخ سلقتها في بوكيه جرنيه، خدت الشوربة بتاعت الفراخ سلقت بيها الرز، خدت شوربة الفراخ الباقية عملت بيها صوص الشركسية، بسيبهم على النار. عايز ابص على الشركسية كده واشوف دلعها ايه الاخبار، بص على الحلاوة، شوف القوام، شوف شوف الخبرة الطهوية، شوف من اول مرة اهي شايف، تسيبها على النار هادية لغاية لما تقعد كده تتسبك. الله، لازم تكون بالشكل الانسيابي ده، نوطي النار عليها خالص. يلا 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 بس خلاص. حلو، مع بعض الرز جاهز، استوى الرز بتاعنا زي الفل. خلاص برضو نطفي النار عليه عشان نبدا مع عمليه الغرف بقى، دي مهمه جدا على فكره. والفراخ عندنا مسلوقه وجاهزه، الفراخ اهيت مسلوقه وجاهزه. كل اللي انا بعمله هنا بحط مكعبين من الزبده واسيبها تتبخر معاهم علشان تاخد اللمعه بالخضار الحلو ده اللي انا هزين بيه طبق الشركسيه. حلو الكلام، حلو الكلام، المعنى كبير والطعم جديد. الرز المصري شرب شوربه الفراخ، شرب الخبره الطهويه، بوكيه جرنيه، بهارات، فراخ بطعم لطيف، شوربه حلوه، وخدناها حطيناها في القالب بتاع الشركسيه لان لها شكل لازم تتغرف بيه، تبقى عامله كده زي التلج نازل كده في جبل لبنان، تلاقوا التلج كده نازل على الجبل ابيض كده ونازل على الجبل، هو نفس القصه دي. الفورمة اهيت، ناخد الرز بتاعنا اللهم صل على النبي ونشيلها كده، هو ده. الفراخ فين يا عم الشيف؟ الفراخ هي دي، اللهم صل على النبي. وادي صدور الفراخ واحنا مع بعض كده، عينيا. شفت؟ اهي معلش انا اسف والله عشان اشتغل اهي. بص الفراخ يا صدور الفراخ هو ده، شفت الحلاوه دي؟ شوف الجمال ده. والله انا مش عايز امشي من جنب الحله، عايز اقعد كده للصبح. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الله، كمان الصدر ده، مش بحب الصدر انا بتاع الفرخ، والله انا احب الورك. خليه كده. في الشيش طاووق حتى كمان الوراك بتاعت الفراخ احلى بكتير. شفت الكرفس هنا عامل عمايله ازاي؟ انا مش عايزه ده. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ البصل الاخضر ده، ده هو ده الحكايه، ده هو ده الموضوع، ده هو ده الموضوع. برتقان يا استوفندي يا ابن عم البرتقان، الله يرحمك يا مبدع الاستاذ فؤاد المهندس، كان يغني للبرتقان والاستوفندي. جناح، جناح اللي هنا ده، الا ده، ده بتاعي انا ده بقى، شوط الخضره دول عايزهم انا. هو ده، التفاصيل دي مطلوبه على فكره. فلفل ده مطلوب. برسم انا لوحه فنيه. شفت الجو ده كده، والقرن ده، الفلفل ده مطلوب. شويه الخضار دول حطهم في النص هنا كده، الا البصل ده، الا البصل ده يا عم الشيف. شوف انا هعمل ايه بقى دلوقتي، بص على الحلاوه دي كده، الطاسه هنا دي كلها خير، كلها خير. مكان تسويه الفراخ، الزبده، التحمير، معايا هنا بقى الايه، صلصه الشركسيه الجميله الحلوه، شايفين دي كده؟ الله الله. شوف عينيا حبيب هارتي. فين المغرفه؟ قوام الشركسيه مخرجنا عايز يشوفها. يلا هنا هنا العب. الله، ده التجويد. هتقولي ما عادي انت لو غرفتها كده عادي مفيش اي مشكله، بس انا اسيب الخير اللي بتاع الحله ده فليفر. وانا خلصت. نرجع للشركسيه بتاعتنا ودلعها هنا. الله، هو ده. شوف الحلاوه دي كده بقى، شوف التلج بقى وهو نازل كده على جبل لبنان.
الله تاكلي من الصوص ده تدعي لي. في تفاصيل كتيرة، الباقي ده ما يترميش، خليها كده. عندنا سوسيرة كده نقدم فيها اهو. الله هو ده. معناه انا ايه لك فكرني محروم من الشركسية دي. بس هي خلي بالك انا بحب الجلاش كده متقرمش، خلي بالك عشان اسمع صوته كده وانا باكله، خلي بالك حلو. الشركسية خلاص، رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.